السي العمده. شوف انا واحد باش غادي يقول لي صحفي وغادي تمشي منين جاي حتى القريه وما تجيبش لي دقيقه واحده مع المعنيه بالامر او المعنيين بالامر، ما جبتي التمع ما جبت التمع معلومه، ما غاديش نردو موضوع هذا بعدا. بالنسبه لي انا انسان دون مستوى. علاش غنقول دون مستوى؟ داك الانسان اللي غادي يخرج يعني كيناقش غير اجداره اجدار فلان اليوم، يعني انا هو الموضوع، انا هو الموضوع، النهار اللي دينا هو الموضوع. ومشى حتى القريه، انا ما مشيتش للقريه، مشيت للقريه هادشي غنجيب معطيات اخرين، غنجيب نجيب شي حاجه، نجيب شي ماده، جيب لنا غير دوك الناس اللي مشتبه فيهم، دير معاهم استجواب وقول لهم شوفوا، قول لهم راه ما درنا حتى حاجه، وصورها وجيب وقول لي ها هو الناس قالك ما درنا حتى حاجه، وريها لنا. حاجه اللي نامن بها هو تكون واحد القضيه يمكن كنناقشوها، كيناقشوها الناس مزيان ناقشوها، ولكن انا ما كاين حتى شي واحد اللي عنده الحق يجيب غير يغطي يعني واحد الحدث اللي وقع، اللي على كل حال كاين ادله وكاين اشياء اخرى. كما البارح واحد المغالطه، واحد المغالطه اللي كيروجع وانت غادي تسمعوها ان شاء الله، انت من المختصين، خلينا من التعاويذ الخاوي، ما غاديش نقولها انا، المجال الطبي ولا المجال الامني ولا كل مجال عنده مواليه. يعني السيد يتمنى يعني ان تمشي الدماء ديال المرحوم، يعني تمشي هباء منثورا، ولا قتلوا الشفاره ولا قتلوا شي جنس اخر جاي من شي قنت اخر من العالم، المهم ما تسماش كذا، المهم كسيده طارت النزا. فانا ما فهمتش علاش قاضي التحقيق مازال كيبحث في هذا الشيء كامل ملي هي كسيده، علاش قاضي التحقيق مازال كيجمع في المعلومات، وعلاش بقى يعني هذه القيمه كلها اللي ميضال ديال القضاء وديال كذا، علاش كيدير هذا الشيء؟ حيت كسيده، كسيده صافي راه ضربوا موتور وطاح ولا بشكليطه والسلام عليكم. وزيدوا نش من ربح عندهم هذ الناس هذو، واش فهمتيني؟ هنا دابا كنا غير منحل، كنا نتكلم على شي شهود في 2018 كانوا مع المرحوم، واحد جوج لثلاثه، فين هما؟ شكون اللي قال هذا؟ هو قال لك انه مصادر موثوقه ان المرحوم كان في اطار واحد ثلاثه ديال السيارات هو وصحابه مشاو للغابه، عادي قال لهم طبيعي داك الشيء، داروا القويميلات يديروا الشوا وكيطلقوا الضوا، وقال لك نشطوا يعني نشطوا سخنوا حتى شويه الراس مزيان. ومن بعد قال لك واحد فيهم او السياره اللي كانوا فيها مع شعلوا الضوء طلق الموسيقى الباتري خوا ناضوا جاب لي كوس، وقالت المرحوم ولي تكلف شخصيا وديما راه ديك السياره. من بعد واحد نسى عنده السيرو تما او طاح ليه السوارت، المهم هو مشى، ومن جاي يمشي ما بغاش يخليوه، قالوا له انت راك مبيل راه ما خصكش تمشي، راك دير شي اكسيدون. دابا هما كاملين مبيلين والاخر هو كيقولوا له لا انت ما تمشيش. المهم نعم، وفي الاخر قال لك راه شهدوا عند قاضي التحقيق في 2018 و ادلوا بهذه الاقوال هذه وعنده ما يفيد طبيعي الحال، ومشى من بعد مشى مسح ديك الحلقه ما بقاش خلاها. مزيان، انا كنقول دائما الا كان شي واحد اللي كيدوي حمق ولا مكلخ، هي فهاد يعني فهاد الحالات هادو نقدروا نقولوا الا كان اللي كيهضر مكلخ يكون كيتصنت، يكون غير انسان طبيعي، ماشي كاع يكون معقل، غير عادي عادي بحالي يعني انسان عادي. ديما كنستعملوا واحد العمليه حسابيه بسيطه جدا، اولا غادي نقولوا التوقيت والمسافه، ملي غادي نقولوا كاع لينا فريد جدل، لانه هذا الموضوع عرفت لي تطرقت ليه، لينا فريد جدلا ان المرحوم جلس مع صحابه قصروا كلاو الشوا شربوا المونادا شربوا اتاي الحمد لله بخير، اش من ساعه تفرقوا؟ حنا باقيين في النهار 17 باقي ما وصلناش ل 18 ياك هكذا؟ نعم. في شي سيناريو اخر شي حد منهم قال تفرقوا مع 9 ونص 10 ياك؟ هذا كان نموذج على الزمن. المكان اين يوجد هذا المكان؟ في غابة المعمورة بجنب من معاد مولاي رشيد، وديك المنطقة كانت واحد البلاصة فيها الضايع وكذا، يمكن داروا في شي حاجة ما كنعرفهاش، الوقت اللي كنت كنترني تما ما كانش كان الضايع، يمكن ولاو كيوقفوا فيها الناس ما نعرف. شحال بعيدة على الدار ديال المرحوم؟ 3 حتى 4 كيلومتر، 3 حتى 4 كيلومتر الطوموبيل شحال غدير فيها أنت؟ 4 دقائق 7 15 يعني إلا سالي معاهم مع 9 ونص راه 10 إلا ربع في دارو. ما غايدير لا لوطوروت لا عبو الريح، هبط تما طاق وغادي ينزل وغادي يدخل للدار. ايوا راه هادشي اللي كنعاودو حنا، راه قلنا لكم 11 كان في الحومه، فين المشكل؟ انت مشكل اذا حيت شرب القهوه مع العصا في الرباط ولا في الدار البيضاء
اذا راه ما يمكنش يكون مات بالليل ياك هكذا بغى يقول لنا. لا هو بغى يقول لنا زعما السيد كان خبط مزيان ودار اكسيدنت. لنفرض جدلا انا نمشي معك هكذا لنفرض جدلا ان السيد هذاك الشيء واحد كان معني كي هو اللي كي كان كيكبوا داك الشيء مزيان كيدوزتو لنا واخا ولا تخيل عمدة هاد الناس ما عادش تفرقوا سيدي نديرو 11 نديرو حنا 11 نديرو 9 او تما كان 5 الصباح في الغابه لا لا بلاتي بلاتي مش اقل ما يمكنش مزيان اللي ما يمكنش يبقاو تما حتى 5 الصباح حنا كنقولوا بان الكسيده قالوا البوليس بان تلقاو المكالمه مع السادسه وماذا؟ و40 دقيقه السادسه و40 دقيقه نعم الله يرحم لك الوالدين اذا مش بقاو تما حتى 6 ونص زعما ديال الصباح لا اظن لا ماشي غير لا تظن مستحيل مستحيل لان يقول لك الطقوس مع الربعه مع العلم ان الطقوس مع الربعه اسو دابا شوف دابا راه معانا الناس اللي كيشربوا والله هذا بالرسوم ياك حياتهم هذيك حياتهم الشخصيه تاعهم يتدخل في حياه شخصيه شي واحد كان راجل او امراه انا هذا هو المبدا ديالي ستوب نعم لنفرض دابا هاد السيد هذا هاد الناس هادو شي وحدين اخرين جالسين كيشربوا من الربعه ياك كيشربوا قال هو من الربعه واش من الربعه غيبقاو 12 ساعه 14 ساعه وما كيشربوا ماعرفتش نبقاو واقفين ما عدا الا كان ما عدا الا كانت عنده شي قريريبه صحيح هذاك الشيء وغير بلاتي دابا دابا هذا دابا التخربيق واخا حنا سيدي اللي نفرض جدلا هذا الشيء كله صحيح هذا السيناريو ديالو صحيح هذاك المرحوم اللي شافوا الشهد في هذاك البلاصه حدا الدار ديالو اش كان كيدير تما السيارة واش مشى جا السيده؟ لا مشى دار السيده عاد جا ناس حدا دارو عاود ثاني رجع لبص السيده وقال الله بلاتي نجيب الجلابه ما جاتش معايا ونحس لا ولا شنو؟ وانا كنقول لك راه الغباء راه درجات يدرس الغباء يدرس نعم واخا صحيح اذا بلاتي ملي قعد الفهمات كاملين عطينا الكونتاكت ديال هاد الطوموبيل وعطينا ديك الجلابه والملابس اللي كان لابس اللي ما تسلمو واش فين مشاو؟ فين مشاو؟ السيد اللي كان المرحوم اللي كان حدا الدار ديالو مع 6 ونص الصباح ولا 6 الصباح ما مسلاش 6 ونص 6 الصباح 5 تقل شويه 6 المهم غير 6 ما بين 5 ونص و 6 فين اش كان كيدير حدا دارو تمايا في هذيك الزنيقه اوكي خليك حكايتنا اور ستوري لازلت اطرح السؤال على الضيف المحترم وريني انه انت في مراسله مع من تسميه قيد حياتي صديقي السي العطار فهمتي ولا فهمتي دابا شنو بغاو واش كنبحثوا في الجريمه ولا كنبحثوا في الصداقه انا طلعت العائله ديالو كامل طلعت الاخ الاكبر ديالو رشيد دابا طلعت ابتسام هادو كلو عائلته ما صاحبو بالنسبه لك ماشي صاحبي ما صاحبي صافي نقزو ماشي صاحبيش ماشي صاحبك العائله ديالو طلعت شتي الحلقه ديال العائله لا شنو الحلقه رشيد والاخوات ديالو وطلعت بنته دابا هذا بغاك شي كونتاكت بغا يقول لك وريني شي رساله بيناتكم على انكم كنتو كتحدثوا هادشي اللي قصد هادشي اللي قصد واقيلا دابا كتظن نتايا انا غادي نخلي عندي الرسائل ديال صحابي كاملين كنعرف العالم بزاف ديال العياقه غنبقى محافظ على الرسائل ديال 2015 و2016 في التليفون شنو رسائل غراميه شنو رسائل بريديه شنو فهمتش فهمتش ولو كنت بعثت شي رسائل كان في التليفون كان قاعد لي بالتليفون وزيدوا دابا علاش الاسئله الغبيه دابا اسمح لي مع احترامي للسيد ولا السيده اللي كتبت انا حيت ما كنشوفش المباشر دابا كنهضر معاك في التليفون صاحب قناه عنده قناه حكايتنا لا 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 فاش غيفيد الا كان يفيد نمشي نقلب عليهم شي اتصالات ديال ايطاليا نقول لهم الله يخليكم هذا الرقم رجعوا لي كاع الرسائل والمكالمات اللي دازت بينه وبينه ونخلصوا باش يثيقوا بانك صديق المرحوم شوف انا ما كنبرر لتا شي واحد العائله ديالو يكفي العائله ديالو طلعت وحنا علاش غادي نبرر وما كنعرفوش انا كنقول ما كنعرفوش ما عمري مشيت انا كنهضر على واحد المغربي نقدروا نديروا خبره على الهاتف ديالك مثلا دابا باش غادي تفيدنا هنا هذه المساله اذا كان ان صاحبه ولا ماشي صاحبه واش غتفيدنا ما عندهاش تفيدنا فايفت في شي حاجه الصوت السي عبد الكريم عافاك اسمح لي خذ راحتك كتسمعني مزيان دابا؟ لا مزيان دابا الور الا كانت هذه المعلومه تفيد في شي حاجه اقسم بالله كنمشي نخلص من النهار اللي كنعرفو حتى لدابا نجبد كاع اللي يمكن
هذاك شنو كيتسمى هادو الناس اللي ما عندهمش الجرأه انهم يناقشوا شي حاجه. تقدر تصيفط عليه يقول لك يلاه برهن لي بان هو اللي صافط لك بان داك الرقم ديالو، برهن لي بان ماشي درتي ليها فوتوشوب، برهن لي حسب التخربيق هذا التفاهه الدرويه. اللي عنده شي ما يناقش يجيب لنا شي حاجه اللي تناقش ديال بصح، بحال مثلا بوبري صاحبك طالع كيقول لهم اه قالوا 20 مليون سيد خلى واحد المبلغ بسيط. ايوا انا سيدي راه عندي الورقه ديال باش خدا الكريدي اللي بعتها لي خوه وقال لي انشرها، انا ما بغيتش نشرها عندي ديال 13 وديال 19 بجوج. لا عندي ديال 13 ونص ديال 15 صافت لي شي حاجه مازال ما شفتوش شنو هو. اوكي واخا قال لك سؤال سي اسماعيل 13 وقتاش خداها بلاتي وغير بلاتي على العمله 13 وقتاش خداها 13 و500 وقتاش خداها 28 جوج 2028 فبراير وي جوج 2018 فوالا شحال خدا فيها 13 مليون و100 الف ريال 135 الف درهم اي فوالا شفتيها وي فوالا وطلع خوه وقالها دابا شحال دازت على باش خدا هاد الفلوس ومات 17 و18 يوم يعني اقل من 20 يوم لا وعاد داكشي اللي عنده راه الانسان عنده ريسبارمي ديالو كيحط المسائل ديالو هادي حتى هي فاش غتنفعنا غتنفعنا في حاجه واحده هو الكلام اللي قالت ابتسام بانها صحيح كامل الشيء اللي تعاودات صحيح نعم ومعلومه اخرى اللي قالوها الشهود اللي شافوا في عين المكان اشنو وقع راه قاضي بتحقيق اكيد واحد السؤال عفاك بغينا نعرفوه ممكن انك تجيبو انت عن طريق العم واش المرحوم ديك الفلوس سحبها دقه واحده ولا سحبها على فترات يعني فلوس ديال 13 ونص صراحه هادي ما عرفتش انا واش سحبها مره الا عرفنا شحال سحب شحال سحب لا نقول لك واحد الا عرفنا شحال سحب من تما حتى الوفاه نقدروا نشوفوا ربما عنده مثلا يكون عنده مبلغ اكبر بكثير من داكشي اللي كنتصوروه مثلا هذا الشيء على كل حال انا عرفت بان دارت تخداو شي وراء يعني تخدا هذا الشيء من البنك تخدا ديجا غير انا ما سولتش فيه لان كنقول المعلومه الا ما كانش يعني غادي تنفع شي حاجه انا ما كنقلبش عليها يمكن واحد النهار نجبدها ولكن ماشي دابا دابا كاين حوايج كبار يعني حنا ما كنتعلقوش بدوك القشور كنتعلقوا بالحوايج اللي صحيحه واللي ديجا راه تحطات القاضي التحقيق وحوايج اخرين غادي تحطوا صافي اللي عنده شي نوايا اخرى او كيقلب يغطي على المجرمين كيف ما بغاو يكونوا يقدروا يكونوا ماشي مغاربه كاع حنا نعتبرهم على الزعما واخا تفضل اخي السي سمعيت يقول لك علاش ما بقيتش كطلع عند مول القبه مول القبه ما عمري ما طلعت عنده طلعت عنده واحد المره اتصلت بيا المحاميه ماشي هو وقالت لي نطلعوا في شي لايف انا حسابني عندي قلت لها مرحبا استاذ قلت لها الله سالي اللايف ديالي حسابني قالت لي لا كاين شي حاجه مهمه بحال هكذا الاستاذ ماشي موضوع قلت لها مرحبا زعما انا كنت ناوي نعاود اللايف اخر يلاه نط من الكرسي وغادي نعاود اللايف عاد من بعد قالت لي بلاتي ندوز لك فلان اللي انا ما كنعرفوش ديك الساعه دوزاتو لاباس كذا انا كذا 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 واش ممكن تطلع معنا 10 دقائق بحال هكذا طلع شحال من رايتي اللي انت طلعت شنو المشكل ومن بعد شي مره انا اللي طلبت باش نطلع لان السيد كنشوفو بانه كيضرب يعني بغى يكذب هو كل شيء المهم هو اللي عنده الحقيقه بغى يكذب بان ذاك السيد ما ماتش يعني باقي حي اولا كان مريض ومات علاش غنطلع مع شي واحد من الاقارب ديال النساب هذا اللي في ميريكان كيحضر كذا كذا وكذا والسيد صافي سخن عنده الفرفارات وهذا يعني يثير الكثير من الشكوك يثير الكثير من الشكوك صح راه سمعنا انه يثير الكثير من الشكوك بغا نديروا داك الشيء راه حاولوا معايا الترغيب والترهيب راه دار الترغيب ماشي الترهيب الترهيب ما يقدر واحد يرهبني انا راه سمعت ماشي كان الترغيب في هذا الباب هذا كيتعلق الامر بموت شخص قدرت عليك في الترغيب قالت لك شي حاجه ورغبتي وسمعت ولا صافي راك صافي السيد راه قال لك الله يسامح شي واحد مات وغنمشي انا نوقف مع المجرمين او نغطي عليهم ابدا احد المعلقين كتب لي انه قبل في اللايف اقسم او حلف انه عمره ولا تلاقى بالشهيد انا شوف داك الشيء ما قلت لا تلاقى بالشهيد ولا تلاقى بالشهيده داكشي اللي كاين الشاهد اللي جاهر الامور كاينه عند هذا ما عليناش تفضل واخا اورستوري حكايتنا صاحب قناه حكايتنا تيرجع تيقول لك السي العمده قول الضيف المحترم انه تدخل فض ما فهمت لان جميع عناوينه في اللايفات بعنوان صديقي الكولونيل ليست
إلا لست من قريب ولا من بعيد. ما فهمتش شنو بغا يقول. المهم تفضل سي الكريم. سي الكريم، شوف انا ننصحك ما تناقش بحال هاد الناس هادو. قول له رجع، راه كاينه صديق الكونونير او عائله الكونونير، راه كاينه دار فيه واحد اربع الحلقات مع النهار اللي بغاها رجع ليها وسمع العائله، خصوصا رشيد. رشيد كنعرفو مزيان وكيعرفني مزيان، ابتسام طبيعة الحال تزادوا من بعد. وزيدون فاش غتنفعنا هاد المساله، انا بغيت نسمي خويا اخي الكونينير، عندك شي مشكل؟ بغيت نسميه هكذا، بغيت نقول خويا المرحوم نور الدين الله يرحمه. سهيل قال لك واش جاب القضيه سي سهيل؟ الصديق سهيل قال لك واش فين وصلت القضيه؟ القضيه فين وصلت؟ راه غادر عند القاضي، مش عاد غادي توصل دونك، يعني غيكون مستجدات. اليوم راه السبت والحد، حضرنا الجمعة اليوم السبت والحد، راه كاينة الخدمة على كل حال ديال الدفاع وديال العائلة. الناس راه خدامة وكل واحد كيشوف شغله. ملي غيكون مستجدات غادي نقولهم غدا إن شاء الله. يساعدنا لا سميتو غنطلعو نوضحو واحد الأمور أخرى إن شاء الله اللي كيروجوا لها الأبواق الرخيصة. نعطي مثلا خذ العناوين العريضة على منتظر غدا مثلا. ما عنديش مشكلة أنا والله العناوين، والله ما كنفكر في العنوان بزاف. لا العنوان ديال الحلقه اللي غتهضر مثلا حقيقه كذا حقيقه سي غدا غادي نشوفوا، لان كاين حتى الامور اللي دابا الناس كيناقشوها هي اصلا ماشي نقول لك ما كايناش في الوجود، هما اصلا ما نطلعوش على المستجدات. دابا باقي اللي كيهضر معاك بالامور اللي دارت في 2018، ما عرفتش من فين وصل. بحال هذه المساله اللي قلتي لي الشهود مثلا، يقدروا يكونوا، يقدر واحد يقول تلاقيتو مع 12 قوينا انا وياه، ممكن ولكن كتهضر لي شي حاجه ديال 2018، ولكن ما عندوش الجرأه يخرج يقول لك بان داك الشيء اللي تقال ماشي بصح، بان الشهيد ما تماش المضايقه ديالو من طرف اشخاص معلومين معروفين شكون هما. وبالدليل، لا ماشي تعاويض، هذا بالدليل، بمعنى التفريغات تعطاه القاضي التحقيق. نعم فهمنا صح.